للوقوف على حالة المعيشية للعراقيين في ظل مزيد من الفساد والتردي الاقتصادي، ينضم إلينا الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود الأكاديمي والخبير الاقتصادي عبر الهاتف من عمان. أهلا بك دكتور. بداية، بطالة وأزمة رواتب في العراق كما تعلم، ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة الآخذة بالتنامي؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الفساد والفقر توأمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، إذ أن الفساد يعني بمفهومه العام هدر الأموال وضياعها والاستبداد في استحواذها وتحقيق ما يستهدفه القادة أو الساسة الذين احتلوا صدر العراق وجثموا عليه. والبطالة الفقر هو النتاج الطبيعي كما أشار إليه الإمام علي بقوله: ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. وقوله: ما جاع فقير إلا بما متع به غني. وقوله: الفقر الموت الأكبر. وقوله أيضا بهذا الخصوص: عجبت لمن يبيت جائعا ولا يستل سيفه. دكتور، إن العراقيين، اسمح لي، إن العراقيين استلوا سيفهم لكنه بقي في غمده ولم يسحبوه كاملا في ثورة تشرين الأبية التي انتفض بها شعبنا العراقي الأبي ليجتث الفساد من جذوره ويقيم حكما عادلا ديمقراطيا يحقق من خلاله المساواة بين أبناء شعبه. لكن الفاسدين الذين استباحوا حرمة العراق ودمروا ثرواته ومزقوا وحدة تماسكه الاجتماعي أبوا إلا أن يستمروا في نهجهم المريع الذي سوف بعون الله أن يجتث اجتثاثا بهمة العراقيين الأبطال، حينما يدركون تماما أن الفقر هو الموت الأكبر. نعم. طيب دكتور، نعم، لكسب الوقت لو سمحت، هل ترى أن الورقة البيضاء الاقتصادية، هل ترى أنها تضع حلا حقيقيا للفقر والبطالة في العراق؟ إن الورقة البيضاء مخدر وليست ورقة يمكن أن تحقق التنفيذ الفعلي لما يستهدفه أبناء شعبنا. العراقيون أكثر من 80% يعيشون في دمار كامل، لا يشبعون حاجاتهم ولا يحققون ضرورات حياتهم. فهم ممزقون، مضطهدون، يعيشون تحت أجنحة الضياع التي جاء بها المحتل وأذناب العملاء من القيادات السياسية التي ادعت الإسلام كفرا وغبنا. طيب دكتور، الحكومات المتعاقبة على سيرتها ومنها حكومة الكاظمي وضعت في أولويات برامجها محاربة الفساد كما تعلم، لماذا تتزايد نسب الفساد إذا كانت هذه الحكومات قادمة حتى تحارب الفساد؟ الفساد واضح ولا يحتاج إلى أقوال، يحتاج إلى أفعال. وعلى الكاظمي إن أراد أن يكون رجل المرحلة أن يقطع رأس الفساد والفتنة التي تعصف بالبلاد. هذه الفتنة التي بدأ الأمر في ظهورها بهذا العنفوان، يجب أن يكون هناك قائدا شهما
أبيا يقف شامخا في اجتثاث الفساد وليس بالأقوال. الفاسدون يحيطون به من كل جانب، وهو لا يتجرأ أن يأخذ أحدهم ويقتص منه ويطمئن الشعب العراقي المظلوم إلى أنه قادر على أن يقمع الفساد ويحقق للعباد ما يستهدفوه في هذا الشأن. دكتور، في سؤالي الأخير إليك، مركز غالوب للدراسات يقول إن 62% من العراقيين يعانون من تردي الحالة المعيشية في ظل السياسات الاقتصادية التي يمارسها الكاظمي وحكومته على حد سواء. السؤال هنا، ما مدى إمكانية تحسن أوضاع هذه النسبة الكبيرة من العراقيين؟ يا أخي، أصلاً هذا الغلوب يبدو متفائل جداً بإعطاء 62%. الحقيقة أكثر من 80% من العراقيين يعيشون عيشة الفقر والبطالة، ويمتابهم الجوع المدقع، ويعيشون في ظل حكومات فاسدة لا تحقق أهدافها. إن أراد الكاظمي أن يحقق للشعب مفتغاه، فليقضي أولا على الفاسدين وعلى حيتانهم الكبرى، الرؤوس التي تستحوذ على مقدرات الشعب، وكل الشعب العراقي يدرك من هذه الرؤوس وإنها جاءت عبر الاحتلال ولا تملك دينار، والآن تملك مليارات في بنوك أمريكا وفي دبي وفي غيرها من الدول، ويعيشون حياة الرثاء، والعراقيون يعيشون حياة الذل والظلم والاضطهاد. الأكاديمي، نكتفي بهذا القدر لضيق الوقت. الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور أو الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.